مشاهدينا في كل مكان، مساكم الله بالخير والنور والسرور وتيسير الامور. انا احمد ماجد واحييكم في امسيه جديده ولقاء جديد من برنامج اماسي اللي طلع على حضراتكم يوميا في تمام الساعه 8 بتوقيت دوله الامارات. حفظ الله من كل شر. في البدايه امسي على منيه، مساك الله بالخير يا منيه. مساك الله بالنور والسرور احمد، وطبعا مشاهدينا الكرام نمسي عليكم، وهذه الحلقه الاخيره في هذا الاسبوع ان شاء الله من غير شر تجمعنا وياكم في اماسي. وكانت حلقاتنا خلال الاسبوع كلها متميزه حقيقه، فقراتنا كانت متنوعه ولا زلنا مع التنوع ولا زلنا مع التميز، لان نحن ان شاء الله ما نقدم لكم الا كل متميز وجديد، لكن تميزنا بيكون أفضل وأفضل إذا تواصلتوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي amasi@smc.ae أو على صفحتنا على الفيسبوك أو على تويتر إنستغرام أو على أرقام الهواتف المبينة الآن أسفل الشاشة. نروح لفقراتنا مباشرة. توكلوا على الله. سجايا فتيات الشارقة تختتم برنامجها الشتوي. تواصل فعاليات الدورة 13 من مهرجان الشارقة للشعر العربي. استعدادات مهرجان المسرح الخليجي في الشارقة. سيلفي والقيادة مشروع تخرج. ان شاء الله عليك يا الشارجة، تودعين مهرجان تستقبلين اخر في نفس الوقت. الحمد لله رب العالمين، الله يديم الامن والامان ان شاء الله باذن الله. استثمار طاقات الفتيات في كل ما هو مفيد وممتع وتعزيز ثقتهن بانفسهن اهداف ساميه تسعى لتحقيقها سجايا فتيات الشارقه، اللي هي طبعا مراكز الفتيات بالشارقه سابقا، من خلال اعداد برامج استثنائيه تجذب الفتيات وتستحوذ على اهتمامهن وتنال إقبالهن وتساعدهن على تنمية مهارتهن في مختلف المجالات الحياتية. عيست وأنا أقول هن لأنه هذه نون النسوة. وفي هذا الإطار اختتمت سجايا فتيات الشارقة برنامجها الشتوي تحت شعار شتاؤك بين الغيوم، الذي تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية أو تتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والورش الفنية والعلمية والعديد من الرحلات الترفيهية، وذلك في جميع فروع سجايا المنتشرة في إمارة الشارقة. عن البرنامج الشتوي لسجايا فتيات الإمارات وما تضمنه من أنشطة وفعاليات والفئات المستهدفة، ويانا طبعا اليوم في أماسي بلقيس صابر منسق برامج في سجايا فتيات الشارقة. مساء الخير يا بلقيس. مساء النور. ومن المشاركات في البرنامج الشتوي آمنة طبعا زايغة ومريم حسين. مرحبا يا آمنة. مرحبا يا مريم. مرحبا. كيف حالكم؟ بخير. تمام؟ زايغين بعدكم ولا شوي؟ لا لا الحمد لله. زين خليهم يعرفوا لنا اول شيء وبعدين زين شوفوا بشكل ما تبغي كيف كيف عليهم هم مشاهدينا يعني قبل ما ندخل على الهواء احمد يخوفه من الهواء اللي هو مره معنا في التلفزيون، لكن انتم ما شاء الله قدها وقدود وبتردون علينا وبتجاوبون علينا ان شاء الله على الفتيات. ولذلك انتم معنا اليوم ضيوف بتفهمون الساده المشاهدين هدف هدفكم ومشروعكم بادق التفاصيل. تفضلي نبدا بك بلقيس. طبعا في البدايه مثل ما عرفتوا ان عنوان البرنامج هو شتائك بين الغيوم، حبينا ان حتى الاسم يكون مميز عشان لجذب الفتيات. طبعا البرنامج احتوى العديد من الورش والبرامج اللي هي ان الهدف من البرنامج كامل ان نذهب الفتاه ونأهلها انها هي تفتح مشروعها الخاص. طبعا هذا في خلال فتره البرنامج، هذا هو هدف البرنامج ان تفتح مشروع او البزنس الخاص بها. تمام. وهي من خلال البرنامج جربت اكثر من شيء ودخلت وركشوبس او ورش عمل من خلالها عرفت كيف ان هي تسوي مشروعها الخاص، اساسيات البزنس يعني. تمام. وفي نفس الوقت مارست اشياء كثيره طبعا. يعني نقدر نقول انتم قدمتوا لهم الدعم اللوجستي كاملا. طيب بروح لامنه. حين امنه انت رديتي البيت تمام من اول يوم وتلاقيتي ويا الاخت بلقيس وشفتي ربعتش وكل شيء، سالت شمك او ابوك شو سويتي اليوم؟ اعتبريني واحد من اخوانك، سالتك شو سويتي اليوم؟ شو استفدتي؟ وايد استفدت اشياء، تعلمت اشياء طبعا ونميت مواهبي، والمركز اعطتني وايد دعم اني اوصل لاباه، يعني هالمركز اني احقق احلامي اوصل لمبتغاي طبعا. انت يعني شو احلامك؟ صح؟ أب هي
هل مثلا في بالك مشروع معين كنتي مثلا خاطرت لكن ما بعرفه كيف تبدين او شيء؟ من ضمن اللي تعلمته هو ورشه انا سيده اعمال. طبعا دشيت مع الاستاذ هيثم الريس هو اللي كان يعلمنا كيف نبدا مشروعنا وننجح فيه، شو هي الخطوات النجاح عشان يكون مشروع ناجح. لازم يكون فيه رغبة ليه ما تخلصين المشروع. صحيح كلامك. ويكون الكمية الميزانية اللي عندك على قد مشروعك، لازم ما تزيد ولا تقل. لأن المشكلة أنت كل ما تكلمين شاب أو فتاة يقول لك أنا ما عندي فلوس، ما عندي رأس مال، ما يستوي. لأن الفكرة اللي طالع أنا لازم يكون عندي مبلغ وقدرة علشان أبدأ مشروع. طبعا يعني مثلا انت رايح المطعم عندك 200 درهم، صحيح ما يستي تطلب وجبه اكثر عن 200 درهم. صحيح. نفس المشروع ما يستي تسوي مشروع اكبر عن الميزانيه. والله مرات ربعي يطلبوني وهقوني والله. زين، وانت عزيزتي مشروعك شو هو؟ مشاركتك حتى حري ما بنسالك فنسالت اصبر شوي. احنا مشاركتك لا الحين بتتفاجئ ما شاء الله عليها. لا مريم، مريم فنانه. مريم قولي لنا كيف مشاركتك، حدثينا عنها وما هي طموحاتك إن شاء الله بعد هذه المشاركة. أنا أول شيء أنا شاركت في كل الشتاء كبين الغيوم الأنشطة اللي كانت موجودة في البرنامج هذا. نعم. وأنا يعني أطمح أن أبا أفتح بزنس. وطبعا كان مثل ما قالت آمنة أن كانت الورشة اللي خذناها هي أنا سيدة أعمال واحد، كان قسم قسمين، سيدة أعمال واحد سيدة أعمال اثنين، جزئين. وهو طبعا علمنا وقالنا كيف نفتح بزنس لازم على قدنا. من هو؟ هيثم الرئيس. نعم. شو تبين تفتحين بزنس انت؟ يعني افتح شو اللي يعني شو المشروع اللي في خاطرك؟ مصممة ازياء. كفو والله مش كفو. لملا. طيب نعود الى الاخت بلقيس. طبعا اكيد هكذا. اول شيء قبل ما ندخل في تفاصيل الورش اللي قدمتوها، لماذا شتاؤك بين الغيوم؟ طبعا اول شيء احب اقول لكم ان قبل لا نختار اي اسم لاي برنامج من برامجنا يكون في عصف ذهني ويكون في اجتماعات كثيره، لان نحن دائما نبغي نوصل لتفكير الفتيات، نبغي ان الفتاه يوم تشوف هالشيء تحس هذا هو المكان اللي انا لازم اروحه. تمام. فالاستوى ان نحن كان عصف ذهني طويل ووايد اشياء وصلنا لها، لكن في النهايه حسينا ان شتاءنا عباره عن غيوم جميله يعني. صحيح. واحنا طبعا بعيد عن الثلوج، بس انه يعني الغيوم بعد لها جمال، وهذا هو الجمال اللي عاشه البنات في برنامج الشتاء يعني. انتم جميلين وجميلون وبرنامجكم جميل. خلينا نشوف هذا التقرير الجميل عن برنامجكم. عن برنامجكم توكل على الله. تتلون سماء شتاء مركز سجايا فتيات الشارقة بغيوم الإبداع لتمطر في أراض بذرنها الفتيات بالموهبة تسقي إبداعاتهن سجايا وأمنيات. كل هذا وأكثر بتنظيم إدارة المركز. وفق رؤية منبثقة من فكر سمو الشيخة جواهر القاسمي قرينة حاكم الشارقة في الارتقاء بالفتاة، انطلق برنامج الشتاء تحت الشعار شتاءك بين الغيوم في جميع فروع سجايا فتيات الشارقة. البرنامج يضم ورش مختلفة، منها ورش تدريبية في التصميم الداخلي، ورش في التصميم الأزياء وكيفية إنشاء مشاريع تجارية وغيرها الكثير من الرحلات الترفيهية. حالياً انضمت قرابة 100 فتاة للبرنامج، وسيستمر البرنامج حتى 7 يناير في الفترة الصباحية. خبراء ومحاضرون، ندوات ومؤتمرات ومحاضرات في مختلف مجالات التميز الاقتصادية والثقافية والفنية، كلها تصب في بحر من الأهداف السامية للارتقاء بجيل الفتيات. المشروع تعريفي عن كيفية البدء في مشروع الخاص في البنات الموجودات عندنا هنا. نطمح إلى أن نحن نسهل عليهم موضوع فهم فكرة المشروع، تسمية المشروع وتطبيق المشروع في الحياة العملية، وقاعدين نطبق معهم أشياء بسيطة أن مراحل البدء في المشاريع التجارية هذه. والله الحمد لله، خصوصا يوم بدينا في التطبيق العملي والكل ما شاء الله قام يشارك وفي تجاوب والله فعلا يعني جدا كبير منهم، والحمد لله الحين وصلنا لمرحلة جدا ممتازة يعني في وقت بسيط يعني. بعد التنسيق والعمل الدؤوب تكبر لدى الفتيات الثقة ويرتقي الأسلوب، ليس بكلام على أوراقهن مكتوب، بل بلقاءات لكاميرا أماسي تعكس ثقافتهن ووعيهن.
اليوم كانت عندنا ورشة أنا سيدة أعمال، تعرفنا فيها كيف نبدأ مشروعنا الخاص وكيف الستبس اللي نمشي عليها عشان يكون مشروعنا ناجح، وكيف نختار الخطة والأشخاص اللي يكونون ويانا والشركاء. أنا سجاية من سنة تقريباً، وسجاية يعني فيها وايد ورش وفعاليات وأشياء حلوة أن نشوفها في الدولة، في الشارجة خاصة يودونا أماكن يعني نحن ما سرناها من قبل، وفي ورش حلوة. طبعا أنا تقريبا 5 سنين في المركز، وكل مرة أن المركز في تطور كبير، ونشكر الشيخة جواهر أن هي أتاحت فرصة لفتيات الشارجة أنهم يطورون مواهبهم ويستغلون أوقاتهم. وطبعا كل مرة يكون مركز في برامج ودورات جديدة، ونحن وايد نستفيد من ورش وبرامج. واليوم طبعا دخلت ورشة أنا سيدة أعمال، طبعا كل فكرة بسيطة نقدر نطورها ونخليها فكرة أكبر وأحسن. بالنيابة عن بنات المركز سجاية، حبيت أشكر سمو الشيخة جواهر على اهتمامها يعني بالطالبات والبنات، وأنها دائما تتابع البنات وتشوف شو اللي يسوونه، شو اللي يقدمونه، هل استفادة ولا لا. يعني وايد دورات وأشياء سوت لنا إياها واستفدنا منها، وهي شافت النتائج بعينها وعرفت كيف أن البنات قاموا يستفيدون من المركز نفسه. وأحب أن أقول حق الناس أن يشاركون فاشي، لأن هالشيء وايد وايد الناس يستفيدون منه بالذات البنات. في شارقة الثقافة نلتقي، وبأفكارنا وطموحاتنا نرتقي، فيا فتاة الإمارات هلمي وبأنامل التميز تألقي، فمن سجايا يشرقن فتيات يشرف على إبداعهن بعظيم النسق. حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم. شكر طبعا موصول لزميلتنا المتميزة شهد هاشم على هذا التقرير. نعم. طيب بلقيس، اغلب البنيات في هذا العمر تكون متشجعه، يكون عندها حافز بعد ما تخلص بنشر، خلاص تقول لك خلاص انا مليت او ما با او ما في، وين المتابعه هنا؟ هو فتياتنا طبعا كل فتاه تشارك معنا تسجل عنا في داتا بيس خاص. طيب. بهالطريقه نحن دائما نوصل لهم بسهوله. الفتيات يعني يتم تصنيفهم، مثلا الفتاه المهتمه بعد كل برنامج طبعا يكون في استبيان، وعلى اساس نعرف هي في شو مهتمه. بهالطريقه انا اكمل الورش، يعني الورش ما توقف في الشتاء، الورش يعني ممكن تكمل. هي بعد كل ورشه ممكن هي تفتح البزنس مالها، هي ويكون هناك بعد متابعة لوجستية عندها خلفية، بتكون عندها خلفية بعدها نعطيهم يعني فرصة لو احتاجت شور أو احتاجت راي أو احتاجت شيء. وبعد في فرص أنهم يكون في بازار خاص في سجاية إن شاء الله، يعني هذا بيكون بعد عملي على طول في الميدان، فهم أفكارهم اللي فكروا فيها كلها ستطبق إن شاء الله. هذا زين. طيب أنتوا على أي أساس يعني بيكم مرة ثانية يعني المشاركات، لأنه أيضا يهمنا الجانب العملي، شو شعر شو حس من هالورشات، لكن أنتوا على أي أساس تم اختيار الورش، أو ما هي المعايير التي ارتكزتم عليها حتى تختارون الورش؟ في البداية هي الصراحة دائما نحاول نكون up to date، يعني أنه دائما نشوف شو الجديد، شو الموجود، شو اللي الفتيات يجذبهم ويفيدهم في نفس الوقت. في نفس الوقت في قبل لا تبدأ البرامج بشهور يكون في استبيانات توزع على المدارس كلها، تغطى المدارس على هالأساس نشوف شو الفتيات يحبون. بحسب رأيك أنت الفتيات الحين شو ميولهم في مجال البزنس؟ هل ميول أنثوية بحتة أم اقتحموا مجال الرجال؟ صراحة بدأوا بالكب كيك وهالأمور، بس الحين أشوف في اقتحموا مجال الرجال، عالم الرجال في البزنس يعني. ليش؟ لا كب كيك ولا دخول، تحملوا. لا لا لا، في افكار مميزه، في يا كب كيك يا دخول، ماشي شغل بزنس مميز. نبغي عقارات، نبغي مشاريع ضخمه، سيعير مثلا، صناعه، تدخلون في الانتاج، لان الصناعه والانتاج هي اللي بتدعم التنميه الاقتصاديه في دولتنا. وان شاء الله سندعوكم ان شاء الله للبازار اللي بتشوفون فيه ان شاء الله. طيب البرنامج هذا شمل كل المدن التابعه لكل ضواحي اماره الشارقه؟ طبعا احنا نغطي الشارقه الوسطى وخرفكان وكلبة، فروعنا هناك. تمام. الوسطى انضموا مع الشارقة، كان عددهم كان 105 فتيات، وكذلك في خرفكان وفي كلبة كان في عدد من الفتيات. في دعم مالي من طرفكم ايضا ولا للمشاريع؟ يعني هو غالبا نتعاون مع مؤسسات ثانية. جميل. تكون ترعى الامور هذه. تمام. تقريبا كم مشروع الى الان
تم إن شاف النور فعلاً. هي الفكرة وايد حديثة والبرنامج اختتمناه أمس، فإن شاء الله يعني خلال هالفترة نحن بنعرف أكثر عن الفتاة اللي بيطلع من هالإنتاج. بس في السابق كان في تجارب، كان عندنا تقريباً 30 فتاة وأكثر طلعوا وسووا، يعني كانوا يبيعون منتجاتهم اللي يسوونها. إنزين آمنة، يعني احنا يمكن انت قبل شويه وصلتينا تجربتك لكن بشكل مبسط، تركينا الحين انسنج على الهواء وحدثيني بشكل مفصل. قولي لي يعني يعني التجربه اللي عشتيها، اي نعم باكر بتفتحين بزنس وكذا، لكن خلينا نحدد التجربه الان. هل كل فتاه من الفتيات من اللي تعرفينهم ممكن او يتابعونك الحين تنصحينهم انهم يدخلون هكذا دورة علشان باكر اذا فتحوا بزنس او فتحوا مشروع بيتميزون فيه، ولا يعني لانه في البعض منهم حقيقة من الفتيات ما فتحوا يعني ما خاضوا تجارب تماما عادي، لان في ورش ثانية تغطي مواهبهم، فنحن ما عندنا مشكلة. يعني هو مو بشرط ان هي تكون ستك وذ بزنس. اي بس خلينا نسمعها هي يرحم الله والديك، لان انا احب اللي يعني اللي خاض التجربه يعيشنا التجربه، لان انا شفت ما شاء الله التقرير رائع وجميل، وعندكم جلسات وعندكم ابداعات وفي احكي لنا حدثينا. الصراحه انا اول يعني انا جديده على البرنامج، لكن انصح كل بنت وربيعاتي وخواتي ان يجربون اللي انا جربته. يعني دشيت يعني ورش وايد استفدت منها، من ضمنها مثلا عندي فن تجديل الشعر، من ما يحب يسوي شعره، فن تجديل الشعر. فمثلا يعني نحن نيل الساعه ساعتين نسوي شعرنا، ففي طرق ان 15 دقيقه انت مخلصه شعرك، بعدين ممكن تعرف تخدم ربع واخوانها حتى في المناسبات. يعني نقدر نخلص يعني نوفر صحيح وقتنا صحيح يعني وعندنا بعد من ضمن هذا فن الديكوباج مثلا، عشان اوفر بيزاتي او اوفر وقتي. طاوله مثلا فاضيه عنا نقدر نزينها باشياء بسيطه مثل صحيح الكلينكس، نسوي ونخلي القلو خلاص يطلع عندك شكل وايد حلو ومرتب. وعندنا وايد يعني فنون وايد تعلمت منها، يعني خلاص انا اقدر اسمي عمري موهوب يعني موهوبه في هال. شو ميولك اصلا؟ انا ميولي انا كلها فنيه، يعني احب اصمم ارسم، احب الاشياء اللي اصممها تكون وايد يعني مرتبة وتكون متناسقة. مجاناً هذه الدورات؟ يكون في رسوم عليها، رسوم رمزية عادية يعني. طيب مريم الحين شو بعد دورات انت دخلتي مثل اللي ذكرتها آم؟ انا سيدة اعمال فن التقديم. فن التقديم. التقديم شو؟ تقديم برامج. لا تقديم. لا. شو الأكل. فن تقديم الأكل. هي فن تقديم الأكل، انه مثلاً مثلا ناس جايين لنا تمام، وانا مثلا وايد اطول في المطبخ لين ما اسوي شيء. طيب ف يعني انه مثل بذكر السليس مثلا، هم جابوا لنا صور وقالوا لنا مثلا هل يعني هل السليس اللي الحين عندكم اياه سووا لنا اياه على طريقه، فنحن زيناه مثلا يعني فن الضيافه. يعني فن الضيافه مثلا يكون على شكل دبدوب، على شكل دبدوب ورده نحله من هالاشياء، يعني كيف تضيفين حد في بيتك فن الضيافه، يكون بس الطريقه مرتبه وحلوه. اللي يعني مثل اللي يقولون هالمقبلات او الابيتايزرز اللي قبل هذا، نحن طبعا ما نتعامل مثلا عندنا الاطفال ما يحبون الخضروات، نقدر نحبب الاطفال في الخضروات. هذا شيء مهم، من خلال نزينهم باشكال رسومات او حيوانات اللي هم يحبونها، رسوماتهم يحبونها. يعني انت الفئه مستهدفة ان الفتيات، وايضا حتى لو كانوا حتى بنيات من الزوجات بعد ممكن يكون. هو يعني فئتنا من 12 لين 18 سنة. 12 لين 18 الناشئة حاضرونهم للزواج عدل دواكم الله. نعم هي تكون فنانة، هي بتتزوج تكون حرمة حرمة، تكون متطوعة اذا تبي. صحيح. وها عقب تكون متطوعة عقب ال 18 اذا تبغى تكون متطوعة. اكيد طبعا هي الفتيات. فهميني هذه كيف يعني؟ انه خلاص يعني الحين 18 هنا يكون خلاص مخلصين يعني هالعمر. طيب. فعقب اذا مثلا فوق ال 20 وهذا تبغى تكون متطوعة ان تساعد بلقيس والإدارة. بلقيس عزيزتي، يعني بالإضافة إلى الورش الجميلة هذه اللي أكيد بيتعلمون فيها المستقبل لا شك، هل فكرتوا مثلا أنكم تقدمون ورش لها علاقة بالتنمية الاجتماعية، لها علاقة بالتنمية النفسية، لها علاقة بأدوات التربية إلى آخره، كونكم تؤهلون. أنا يمكن وصلني المقصد واتمنى اكون انا فهمته، اهلون فتيات الغد يكونون ربات منازل او امهات اقصد فضليات، وبالاضافه انهم
أيضا يعني سيدة أعمال. طبعا هي البرامج ما أتي عشوائية، هي البرامج على ستركتر خاص نمشي عليه. يعني عندنا البرامج الموسمية، من خلالها هني نحن نبغي الفتيات اللي مثل آمنة مثلا ما كانوا معانا يجون يشوفون ويأخذون فكرة عن سجايا شو نقدم وشو نسوي. لكن خلال السنة الفتيات اللي مثل مريم ما شاء الله عليها، وفي كثير من الفتيات اللي دوم يترددون على المركز، يكون لهم مثلا شهريا في مثلا ليدرشيب، في مثلا كيف تكون قيادية، في مثلا كيف الاتيكيت مثلا، في احيانا يسافرون برا، التنمية البشرية، هي في وايد ورش. طبعا هي على الكاتيجوريز اللي نمشي عليها، شهرية اسبوعية وسنوية، وفي ورش او برامج اللي هي للفتيات اللي ترددهم الاكثر طبعا والمتميزات. يعني على طاري السفر، ما عندكم دورات خاصة بأصول السفر؟ أتكلم جد صراحة، هو يندرج تحت الاتيكيت، وفي عندهم وايد دورات اتيكيت، يعني ركزنا وايد. يعني مثلا ان الربكة اللي تصير دائما دائما ما تصير ربكة في المطار، ما أعرف ليش، مع ان انا عفوا يعني انا عارف عمري ان انا بسافر بالضبط. الربكة يوم انزل مطارات بلاد ما كنت نزلتها قبل، ربكة يوم تحطين، والله العظيم تحطين الشنطة عندي في الجهاز، ما أعرف واحد يتخدى وما أعرف يجاوب ليش. فأتمنى يعني تكون هذه. حتى قبل فترة كان عندنا سفرة اللي هي رحلة السفراء، إذا كنتوا عارفين عنها، كانت لإندونيسيا. قبلها نفس الشيء كان في تأهيل لهم على أساس أنهم يوم يسافرون ما يتوهقون، يكونون كل شيء يكون زاهب، يكونون جاهزين. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. برنامج جميل ورائع. هذا إن كان يدليل أنه عندكم ما شاء الله أهداف سامية، أنكم تشغلون فيها الناشئة، سواء كان من الفتيات أو من طبعا الشباب والفتيان، هم طبعا لهم مراكز أخرى، لكن في نهاية الأمر هذا كله يصب في تطوير المجتمع وفي تطوير الدولة. جزاكم الله خير. كلمة أخيرة تبون تقولون شيء؟ نعم، بغيت أدعوكم إن شاء الله إلى افتتاحنا الرسمي اللي هو بدعم من صاحبة السمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو. إن شاء الله سيفتتح المبنى الرئيسي للسجايا اللي هو بيكون في القرائن إن شاء الله في 19/2. ندعوكم وندعو الفتيات وأولياء الأمور وكل حد حاب أنه يعرف عن سجاية. الله يوفقكم إن شاء الله إلى الأمام دائما. الحين آمنة تقول الحمد لله. إذن مشاهدينا الكرام، نحن ما زلنا متواصلين معكم، وبعد الفاصل تواصل فعاليات الدورة 13 من مهرجان الشارقة للشعر العربي. حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم لليوم الرابع على التوالي. تتواصل فعاليات الدورة 13 من مهرجان الشارقة للشعر العربي بمشاركة كوكبة من أبرز الشعراء والنقاد في الوطن العربي. نعم أحمد، طبعا جديد الأمسيات الشعرية والجلسات النقدية نتعرف عليها مع زميلتنا علياء المنصوري المتواجدة حاليا في قصر الثقافة. مساء الخير علياء. مساء النور والنوير مشاهدينا، وحياكم الله أحمد ومنيا معانا اليوم في اليوم الثاني على التوالي من قصر الثقافة ومهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته 13. هذا المهرجان اللي بدأ في 5 يناير، وإن شاء الله تبقى عليه 3 أيام تقريبا، اليوم ويومين بعد إن شاء الله حتى 10 يناير يستمر هذا المهرجان في قصر الثقافة. مثل ما تعودنا يكون معانا أحد الشعراء والأدباء المشاركين في هذا المهرجان، معانا الأستاذ الشاعر لامع الحر من لبنان، بيكلمنا أكثر عن تجربته في مهرجان الشارقة للشعر في هذه الدورة. حياك الله أستاذ لامع. أولا أشكر دائرة الثقافة وبيت الشعر والشارقة بشكل عام على هذه الدعوة الكريمة. ثانيا، من المهم جدا أن تهتم الشارقة بموضوع الشعر، لأن الشعر هو ديوان العرب، هو الأساس المتين الذي ترتكز عليه حضارة هذه الأمة. وفي ظل غياب عواصم عربية مهمة كدمشق كبغداد كالقاهرة، أجد وأيضا بيروت، أجد أن الشارقة تحاول أن تسد هذا الفراغ الهائل في الثقافة العربية من خلال نشاطاتها المتميزة التي تشجع الإبداع العربي، والتي تشجع الثقافة العربية، والتي تحاول أن تزرع نقطة ضوء في فضائنا
على الرغم من الظلام الكثيف الذي يكاد يعمي بصيرتنا والذي يقضي على نقطة الضوء في ذلك المستقبل الذي نطمح إليه، في ذلك المستقبل الذي نود الوصول إليه. أستاذ لامع، تخبرنا عن انطباعك العام عن الأمسيات اللي حضرتها في هذا المهرجان. والله لابد من الإشارة، وأنا مشارك في مهرجانات الشعرية منذ أكثر يعني من 30 عاما، تفاجأت جدا جدا بأن الاختيارات الشعرية اختيارات موفقة جدا. يعني المعيار الأساسي في عملية الاختيار قد كان الإبداع، وهذا أمر للأسف نادر في معظم المهرجانات العربية. لم أسمع على الإطلاق صوتا نشازا، لم أسمع على الإطلاق شاعرا قد كان وجوده في هذا المهرجان وجودا دخيلا أو وجودا طفيليا. نعم هناك نسب تتفاوت في الإبداع، ليس كل الشعراء بمستوى واحد، ولكن كل الشعراء الذين حضروا وأجذب ذلك إلى هذا المهرجان يستحقون أن يكونوا مشاركين، وهذا معيار جيد. ولعل هذا المعيار يتعمم على مختلف النشاطات الثقافية في مختلف العواصم العربية أيضا. نشكرك الشاعر لامع الحر على هذه الكلمة، وحياك الله دائما في الشارقة. وأنا أشكركم أيضا وأتمنى لكم دوام العمل ودوام الازدهار ودوام النجاح بإذن الله. حياك الله. مشاهدينا أيضا مشاركات مختلفة من جميع أنحاء الوطن العربي، ومعانا أيضا حاليا الشاعر عمر من سلطنة عمان. حياك الله شاعر. أهلا وسهلا، حياك الله ومرحبا. شاعرنا، تخبرنا عن مشاركتك في هذا المهرجان وعن انطباعك عن الأمسيات اللي حضرتها. مهرجان الشعر العربي في الشارقة أحد أهم المهرجانات في الوطن العربي الذي يحتفي بالشعر الأصيل بكل أطياف هذا الشعر. وحقيقة هذا المهرجان جاء لينقذ الشعر العربي من هذه الهوة العظيمة التي وقع فيها، ومن هذا الفراغ الذي يستبد بنا في جميع أرجاء الوطن العربي، خاصة بعد أن اعترى عاصماتنا الثقافية ما اعتراها سواء في بيروت أو في القاهرة أو في دمشق أو العواصم الأخرى في الوطن العربي التي تحتفي بالثقافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لها العافية جميعا. فجاءت الشارقة كشمس مشرقة كشمسها، وأشرقت في سماء الوطن العربي ثقافة وفكرا وإبداعا بقيادة طبعا صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله، وأتمنى له التوفيق والسداد، وكذلك للإخوة في الشارقة. انطباعي الشخصي عن المهرجان كما أخبرتك هو مهرجان جيد، ويحتفي بنخبة من شعراء الوطن العربي في كل دورة من دوراته، وهذه النخبة تكون مميزة عادة ويتم انتقائها بشكل جيد. يعني هذه الدورة احتفت بمجموعة كبيرة جدا من هؤلاء الشعراء الذين أنا سعدت شخصيا بمقابلتهم وسعدت شخصيا بالالتقاء معهم، وكان هذا أجمل ما في المهرجان أن ألتقي مع هذه النخبة المميزة من الشعراء وأن أتعرف عليهم ويتعرفوا علي كذلك، وأن نتبادل الأشعار ونتبادل الأفكار حول الشعر وحول الحركة الثقافية في الوطن العربي. نعم. نشكرك شاعرنا عمر محروس من سلطنة عمان. نعم، شكرا جزيلا، حياك الله. أيضا مشاهدينا من المملكة المغربية معنا الشاعر خالد بدريد، حياك الله. حياك الله. شاعرنا، شو رأيك نبتدي معاك ببيت شعر تعطيني مشاهدينا؟ أي بيت تستحضرك؟ طفل على الريح يمشي، يومه سنة كأنما الشمس في كفيه تعتكف. تسلم، لا فضفوك. تخبرنا شاعرنا عن مشاركتك في هذا المهرجان، عن قصائد أو دواوين اللي شاركت فيها في هذا المهرجان. أنا في الحقيقة مشاركتي غدا يوم الجمعة، فأنتظرها بشغف، وأنا سعيد بتواجدي في مهرجان الشارقة للشعر العربي في هذه الدورة الجديدة 2015.
وحقيقة فإن الشارقة اختارت أن تخلق ست سموات من الشعر في أمسياتها، وتربعت على عرش الشعر في سمائها السابعة، وبفضل توجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. فأنا سعيد جدا بتواجدي في هذا المهرجان وبالمشاركة فيه. يعني نوجه دعوة لكل عشاق الشعر بالتواجد إن شاء الله غدا لحضور الأمسية؟ إن شاء الله، مرحبا بهم، مرحبا. تسلم شاعرنا. طبعا مشاهدينا غدا الجمعة وأيضا يوم السبت يشهد قصر الثقافة في الساعة 8 أمسيات مختلفة ودعوة عامة لجميع الحضور. خلونا مشاهدينا ننتقل مع بعض الحين إلى داخل القاعة ونستمتع مع بعض ببعض القصائد من أمسية اليوم. فداعش لولا المالكي لما جنت صعودا، ولولا الطائفية والغدر والقهر، وغبش تروي شهرزاد حكاية بمسمعها، لولا صباح له غدر وكنعان يتلو في حماس قصائدا رواها على أسماعنا قبله الدهر. قصائد المتنبي، وما الدهر إلا من رواة قصائد لمن كل بيت في قصائده قصر. وصب رميضيان خالد وابنه كؤوس أبي ماضي فأدركنا السكر. وعيد وأزهار وسلمى التي أتت تغرد من تشيناي يسبقها العطر. رأيتك يا كيرلا فخلت بأنني رأيت جنان الله جاء بها السحر. وإنك خير الله وصف حضار من، لأنه يسموها خير الله كيرلا، وإنك خير الله وصف حضار من مواطنهم سيئون والغيل والشحر. شكرا طبعا للزميلة علي المنصوري، الشكر موصول أيضا لضيوفها الكرام. مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي هذه المرة إضافة جديدة تقدمها الشارقة الباسمة للمسرح الخليجي وكعادتها، وتظاهر مسرحية خليجية ضمن استراتيجية الإنماء الثقافي والفني وتوسيع دائرة التأثر والتأثير في مجال المسرح الخليجي، تشهدها إمارة الشارقة في فبراير القادم إن شاء الله. نعم أحمد، طبعا وفي هذا الإطار نظمت دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة مؤتمرا صحفيا الإعلاني عن التحضيرات وبرنامج أنشطة الدورة الأولى من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، والذي سوف تنطلق فعاليته في الفترة من 9 إلى 16 من شهر فبراير المقبل على خشبة قصر الثقافة بالشارقة اللي احنا كنا نتابع فيها الشعر قبل قليل. نعم. ينظم طبعا المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. الزميلة عبير جلال حضرت المؤتمر الإعلان عن تفاصيل مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي وأعدت لنا هذا التقرير، نتابع. مكرمة جديدة للمسرح العربي، وهذه المرة للمسرح الخليجي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة. مهرجان المسرح الخليجي عرس مسرحي جديد يشرق من الشارقة ليضيء الخارطة المسرحية العربية في الفترة ما بين 9 و16 من فبراير 2015، ليرفد مسيرة النهضة الثقافية المسرحية الحديثة في الوطن العربي. بمبادرة كريمة من صاحب السمو، مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي والتي تنظمه دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، والتي كشف عن تفاصيل دورتها الأولى سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان بالمؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الأمس بمقر الدائرة بحضور الأستاذ أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان وممثلو وزارات الثقافة
والفرق المسرحية المشاركة بدول مجلس التعاون الخليجي. في هذه الدورة سيشارك كل أقطار مجلس التعاون الخليجي الست يعني بمشاركات مسرحية جديدة تنتج لأول مرة لهذا المهرجان، وبالتالي نحن تركنا آلية الاختيار العروض المشاركة للدول المشاركة في هذا المهرجان، وأيضا من خلال وزارات الثقافة والهيئات المشرفة على الحركة المسرحية في هذه الدول. أوجدت هذه المسابقة نوع من الحراك المسرحي لدينا في سلطنة عمان، وكان هنالك استعداد كبير لدى الفرق للمشاركة والمنافسة على تلك المشاركة وتمثيل السلطنة في هذا المهرجان. سعيد جدا بتواجدنا في هذه العمارة الجميلة الرائعة صاحبة المبادرات الرائعة التي يضيئها حقيقة حكيم الشارقة ومثقفها الأول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان قاسمي بمبادراته الرائعة في دعم المسرح والثقافة والشعر. ست مشاركات متنوعة تتنافس بحماس الإبداع وحس المثقف المهموم بأمته ومجتمعه في ظل حاضنة أصيلة لتظاهرة مسرحية تستلهم تحقيق التغيير والارتقاء بالوعي لبناء المستقبل. راح نشارك إن شاء الله بعرض أقصص رؤياك، اسم المسرحية أقصص رؤياك لكاتبي الأستاذ إسماعيل عبد الله وإخراج الفنان محمد العامري وبمشاركة نخبة من نجوم مسرح الشارقة ومسرح الإمارات، وأنا يسعدني أيضا أن أكون ممثل في هذا العرض، وإن شاء الله أن نكون يعني مع الفرق الخليجية المشاركة نقدم عرض لائق يليق بمستوى الإمارات والشارقة بالذات. سلطنة عمان ستشارك بمسرحية النيروز وهي لفرقة مسرح مسقط الحر. مسرحية النيروز هي استقاء من التراث العماني، من المفردات الشعبية في سلطنة عمان المرتبطة بالتراث المسموع كفن شعبي تم تحويله إلى عرض مسرحي. حقيقة المسرحية تم اختيارها بناء على النص المكتوب والطريقة الإخراجية التي يتميز بها المخرج سامي الزهراني والأسلوب الطريقة في الكتابة المختلفة لدى الأستاذ فهد رد الحارثي. طبعا من العنوان قد يأخذنا إلى فحوى النص وبعيدا عن السيطرة، بعيدا عن السيطرة على كثير من الأمور في الحياة، في المجتمع، في السياسة، في كثير من الأمور تستطيع أن تسقطها على ما شئت من الأمور المتعلقة بالإنسان ومحيطاته. إضافة جديدة للمنظومة الثقافية الفنية المشعة من الشارقة تحتضن أشقائها في الخليج في ظل استراتيجية تهدف للإنماء الثقافي والفني الذي يحقق الحوار الحضاري. حياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. سيلفي والقيادة مشروع تخرج. السيلفي ظاهرة اجتاحت العالم بأكمله، ولا أدري إذا كانت ظاهرة جيدة أم غير جيدة، ولكن في سياقنا اليوم هي ظاهرة جدا سلبية. أصبحت للأسف شديد هذه الظاهرة هوسا في كل المجتمعات. والله تحرضش بتقولين السلام عليكم، والله العظيم. وقد ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الصيحة على نطاق واسع، لا سيما السيلفي أثناء القيادة، والذي تسبب أكيد بيسبب وقوع بعض الحوادث جراء استخدامه، حتى أن البعض أطلق عليه السيلفي القاتل. سيلفي والقيادة مشروع تخرج لطالبتين هبة علي ونورة الحمادي من قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال بالتعاون مع قسم المرور والدوريات في الإدارة العامة لشرطة الشارقة. تحدث أكثر عن سيلفي والقيادة من خلال طبعا هبة ونورة اللي مشرفونا اليوم في الاستوديو. سيلفي كسيلفي يعني أنه مش جديد، الناس كلها تاخذ سيلفي. شو النقطة أو شو الجانب اللي أبرزتوه أكثر
في المشروع هذا؟ الجانب اللي برزناه هو الأقوى أن أخذنا أثناء القيادة، لأن هاي ظاهرة مشتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر، وعندنا أيضا نشوفها في فترة الجامعة، يعني خلال أيام الجامعة دوام الرسمي كنا نشوف أن الفتيات عندهم التلفون وكانوا يقودون السيارة ويصورون هالشيء، فرحنا ركزنا على أنه في الحوادث أثناء القيادة. أثناء القيادة تمام. وأيضا أنه رحنا من خلال مقال الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري، لما قرينا المقال كان فيه أكثر من هذه التصوير أثناء وقوع الحوادث من ضمنها وعابرين المشاة، وأيضا كانوا من اللي انتهاك حرمة الغير، يعني أن يصورون ناس هم مش صح. أنا ممكن أسوي سيلفي يكون مثلا في الباك جراوند ناس صح، من حقك أنك أنت تطلعهم وتحطهم على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا. زين هبة، فكرة توعية الآخرين بعدم استخدام السيلفي أثناء القيادة جزاكم الله خير، هذه يعني تؤجرون عليها، لكن ليست بالفكرة الأولى أو الجديدة أو يعني الفريدة من نوعها. سبق وطبعا كل الجهات فكرت في هكذا فكرة من أجل توعية الجمهور. ما الذي يميز فكرتكم بحيث خليتوها، أو فكرتكما بحيث خليتوها هي تكون مشروع تخرج؟ لأن أصلا الفكرة موجودة. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أشكر قناة الشارقة على استضافتهم لنا ولحضرتكم طبعا. الله يسلمك. هو إحنا اخترنا هذا الموضوع بعد ما طرحت شرطة الشارقة في شهر 8 وطبقنا هذا المشروع وهذه الفكرة في شهر 9. هذا الموضوع كان موضوع يعني حساس جدا، يعني بسبب أنه في الفترة الأخيرة يعني انتشر استخدام السيلفي أثناء القيادة، وخصوصا ألاحظ كثير من الناس أثناء يعني خروجهم من المنزل هو استخدام أحد التطبيقات التواصل الاجتماعي، هو تطبيق السناب شات. يعني هذا 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 مصيبة جديدة، هذا مصيبة ثانية، مش جديدة بس مصيبة ثانية. نعم هذه. يعني ألاحظ كثير من الناس من أول ما يركبون في السيارة لحد ما يصلون المكان اللي هم رايحين مصورين 500 ثانية سواء لأنفسهم أو تصوير إلى الشارع، وهذا يعتبر يعني شيء جدا غلط ويسبب الكثير من الحوادث. قبل أن نتكلم عن السناب شات أو السيلفي، أنا شو يخصني أعرف أنت وين ساير؟ تصير ولا لا تصير؟ وش لي؟ صح صح. أنا شو يخص؟ واللي ياب له أكله وصو، أنا واحد من الناس لما أصير مطعم أصور وأحط على إنستغرام، أنا واحد من الناس، بس ما عليه، بس يعني في 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 حدود صح. عرفتي؟ في حدود، يعني ما عليه، صرت مكان دليت الناس على مكان طيب أكله زين، ما عليه، سك الله خير. قلت للناس أنا في مكان معين فلاني، العائلات مجتمعين. والناس بتيهي وعيالها وهناهم أمورهم، حياكم الله، لكن إنك تصولي تفاصيل حياتك أنا شو العلاقة؟ زين خلنا نشوف سيلفي والقيادة فيلم. طولي شبدي بصراحة. زين إحنا عنا فيلم عن مشروع تخرج الطالبتين، نتابع مع بعض عن سيلفي والقيادة. في البداية طبعا كل الشكر لشرطة الشارقة، دائما 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 يعني ممثلة طبعا في سعادة اللواء حميد الهديدي، اللي دائما هذا الرجل يدعم الطلاب ويدعم كل الجهات الداعمة
في أمن واستقرار الجميع سواء كان في إمارة الشارقة أو دولة الإمارات بشكل عام، وبالتأكيد شرطة الشارقة من الجهات الداعمة بل المشاركة في هذه الحملة، ولا بد من الوقوف هنا على خطورة هذه الظاهرة، صدق خطورة ظاهرة السيلفي أثناء القيادة، وما هي الحوادث المرورية الناجمة عنها، من خلال طبعا مكالمتنا عبر الهاتف مع الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بدائرة المرور والدوريات بشرطة الشارقة. مساء الخير عبد الرحمن. مساء النور والسرور يا أخوي. الله يمسيك بأنوار النبي. في البداية كل الشكر أنكم طبعا دعمتم البنيات في الجامعة ودعمكم المتواصل، لكن كرجل أمن وكرجل يعني يرد عليك الكثير من الحوادث يعني للأسف بشكل يومي عن هذه الظاهرة، شو تقول وماذا تنصح؟ أول شيء في بداية الأمر نحب نوجه لكم الشكر كمستضيفين حملة سيلفي والقيادة، الأعضاء الموجودين معاكم البنات، وأيضا نحب نوجه الشكر لجامعة الشارقة الداعم الرئيسي لتنفيذ حملاتنا لتوجيه التوعية خاصة بالطلبة نفس ما نحن نعرف بالنسبة للوضع الظاهري، وبالنسبة نحن نفس ما نقول التطور التكنولوجي اللي يكون موجود، وأيضا بالنسبة للأشياء اللي تكون موجودة الحديثة خاصة الهاتف، كل شخص يحمل هاتف أو هاتفين أو أكثر نحن نقول، لكن الوضع الظاهر خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للتصوير السيلفي، بالنسبة للبرامج الموجودة البرامج والتطبيقات اللي تنزل كل يوم وتتحدث عندنا نحن، نحن نقول هذه نعمة عندنا نحن. عبد الرحمن كم 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 المخالفة اللي يستخدم سيلفي في القيادة، في مخالفة؟ نحن نقول استخدام الهاتف أخوي، كم نقول نشملها باستخدام الهاتف، نحن عندنا 400 درهم ونقطتين عندنا أيضا بالنسبة للنقاط المرورية، فتعتبر هذه مخالفة مرورية صريحة في بند من بنود قانون سير المرور الاتحادي. أيضا أخوي نحن الظاهرة هذه بتكون ظاهرة منتشرة خاصة بين فئات الشباب، صحيح للأسف الشديد فعلا. نعم بين فئات الشباب خلال الفترة الأخيرة عندنا عدة حوادث، نحن دائما أي حادث ينتج عن الهاتف خاصة على الطرقات السريعة. نعم. حضرة الرائد طبعا عبد الرحمن جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك، وسط الفكرة، نتمنى لكم دائما بإذن الله التوفيق وتكونوا دائما يد واحدة، وسامحنا على ضيق الوقت. طبعا سامحنا على ضيق الوقت لأنه شرفنا لختام البرنامج، وإن شاء الله دائما تكونوا من المحدين للحوادث من هذا النوع. كلمة أخيرة للطالبات، شو تبون تقولون بالنسبة لمشروعكم، للسادة المشاهدين شو تبون توصلون؟ وصل أنه عدم استخدام التليفون بصورة عامة بجميع تطبيقاته أثناء القيادة للحفاظ على أرواح الآخرين وعلى الممتلكات العامة في الطرق. نعم. أنتوا طبعاً الدعم من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبتعمم الموضوع هذا بشكل رسمي من خلالكم يعني؟ إن شاء الله، بس لأنه هم منزلين كانوا المقال أنه كان يتكلم عن السلفي، فالجزئية اللي السلفي هي كانت من ضمنها من مخالفات الهاتف، استخدام الهاتف. الله يوفقكم إن شاء الله، مشروع جميل. نتمنى بعد ما تتخرجون تواصلون في التوعية. أنا أبى تواصلون شيء، تطالبون وأنا وياكم تكون مخالفة السيلفي، مخالفة السيلفي روحها ما ب 400 درهم، 4000 درهم وسحب الليسن. أتكلم جد. نحن حطينا في دراستنا. أنا ما عندي سيلفي والله أخوي، زين. نحن حطينا في دراستنا، هل برأيك يطبق ما قانون السيلفي على المجتمع دولة الإمارات؟ إن 95% وافقوا، فأتمنى أن يتبنون القانون واسمه سيلفي ويطبق على كل دولة. يسحبون الليسن والسيارة. والله أنا أتمنى أن الإلكترونيات هذه تكون خالية من الكاميرا. إيه والله. 4000 درهم أو يحطون جهاز في السيارة أن من تدخل الكاميرا ما يشتغل. وصلنا للختام أحمد، وصلنا للختام ضيوفنا، وصلنا للختام مشاهدينا الكرام. لا يسعنا في الختام إلا أشكركم أول شيء، وثاني شيء أشكركم مشاهدينا حسن المتابعة. طبعا أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، على أن نلقاكم بإذن الله وحلقات جديدة من برنامج أماسي الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحملوا على أعماركم، الله يحفظكم.